أهلا بك زميلي، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كما تفضلت زميلي، اليوم تم تنصيب السيد كمال مولا رئيس المجلس للشراكة للتكوين التعليم المهنيين، ومن أجل تفاصيل أكثر حول مدى أهمية هذا المجلس من أجل الربط ليكون حلقة وصل ما بين مراكز التكوين والمتعاملين الاقتصاديين، خصوصا في ظل مؤخرا ظهور العديد من الشركات الحديثة التي تعتمد على تقنيات حديثة، هذا يتطلب ربط ما بين مراكز التأكوين والمتعاملين الاقتصاديين. الآن يتواجد معي كمال مولا من أجل توضيحات أكثر حول مدى أهمية هذا مجلس الشراكة. مرحبا بك سيدي. وبيك شكرا سيدي. هل ممكن تحدثنا بخصوص تنصيبك كرئيس لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهني؟ ما مدى أهمية هذا المجلس؟ مبارك لك بهذه المهمة الجديدة أولا، وممكن تحدثنا أكثر بخصوص تفاصيل حول هذا المجلس؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أولا هو شرف لي يعني ترأس هذا المجلس، ومجلس مهم حيكون يعني همزة وصل بين الشغل، بين المؤسسات، بين الوزارة. اليوم لما نتكلم على اقتصاد قوي يلزم يتبعوا ويقابلوا يعني هيومان دوفر كاليفي، لازم تكون يد عاملة مؤهلة. حنا هذايا نخدموا عليها اليوم. الاقتصاد في تغير، الصناعة في تغير، ولهذا لازم تكون عندنا يعني انفورماسيون كاليفيونت كي ريبون او بوزوان او نورم. هذه هي راكم شفتوا، لازم تكون فيه اختصاصات جدد لتقابل يعني تكنولوجيا جديده، باش تقابل تحديات يعني جديده، ولهذا لازم تكون فيه يعني همزه وصل بين كل هذه الاطراف اللي تخلينا يعني تمد نظره. وكذلك باش يعني احنا شفنا بلي اليوم في وزارة التكوين لا فورماسيون بروفيسيونيل الناس عندهم شويه نظره، بالك لي جون تاعنا نظره ما نقولكش سيئه، ولكن مش نظره حقيقيه على الوجود تاعها، على العامل اللي يجب يكون فيه في المؤسسه، وخاصه لانتيري امبورطون. حنا في الشركات بالك تسحق 2-3 انجينيور، ولكن اليوم تسحق بالك 10 ولا 12 من التكنيسيان. تسيب انت احنا المؤسسات يحوس على بلومبي ما يسيبوش، يحوس على الكتريسيان ما يسيبوش، ولهذا يا سي امبورطون دو ريبوندرو بوزوان. لي بوزوان راهم هنايا، حنايا لازم كي يخرج يعني لو جون المتربص يخرج من النشاط تاعو، يخرج من الفورماسيون تاعو، لازم يسيب ان بوست دومبلوا رابيدمون. وباش يسيب لازم يكون هو لا كاليفيكاسيون تاعو اللي راهو يسحقها يعني صاحب الشركه والمؤسسه. هذه هي، وحنا هذه هي العمل تاعنا في المجلس هذايا، باش حنايا يعني تكون كاينه يعني تنسيق بين جميع الاطراف، باش مع التالي لا فان تكون عندك اقتصاد قوي، تكون عندك يد عامله مؤهله، وتكون عندك يعني لي جون تاعنا يعني الشبان تاعنا كي يتخرج يسيب مناصب شغل في اقرب وقت. تحدث خلال سنه 2023 يجب ان يكون برنامج خاص بمراكز التكوين من اجل ربطهم معكم، هل ممكن تحدثنا اكثر حول هذا البرنامج؟ ما هي الاختصاصات التي حاليا تعملون من اجلها؟ احنا اليوم قلنا بسم الله، احنا اليوم اختصاصات انا هدرت انا يعني في لو ديسكور تاعي، احنا رانا حنديروا خطه عمل، خطه عمل تاع 2024. وفي الخطه تاع العمل هذه لازم اون دوا ايلابوري يعني ان بلان دو فورماسيون كي فا ريبوندر او بوزوان. هذا هو الاخر تاعنا. دونك اليوم حتكون كاينه دراسه في الايام هذوما اللي جايين، باش ان شاء الله في 2024 ننطلقوا، باش حنايا يفودا ريبوند او بوزوان دو ليكونومي دون فاسون تري رابيد. يعني سنشهد ابرام العديد من الاتفاقيات ما بين المتعاملين الاقتصاديين ومراكز التكوين. هذا لازم، احنا اليوم ما تنجمش اليوم يعني مركز التكوين يعني يخدم وحده والمؤسسه والشركات تخدم وحدها، ما تنجمش. اليوم باغ اكزومبل لازم تروح لابرونتيساج ما ينجمش يديروا المؤسسه وحدها تديروا، ولا مراكز التربص ديروا وحده. دونك لازم تكون فيه تنسيق كون بويس فير دو لابرونتيساج. قال ثلاث ايام يقراهم ليتيديون متربص داخل لو سون دو فورماسيون،
وثلاث أيام داخل مؤسسة، ولهذا لازم تكون همزة وسط لتكون حلقة بيناتهم لتنسق هذا الشيء. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك سيدي. نعم زميلي، كان معنا رئيس المجلس التجديد الاقتصادي ورئيس المجلس الاشتراكي للتكوين والتعليم المهنيين، حين قدم لنا تفاصيل أكثر حول مدى أهمية هذه اللجنة المشتركة التي ستكون لتربط ما بين مراكز التكوين والمتعاملين الاقتصاديين في ظل الحاجة الماسة للمراكز هذه التكوين وخريجي هذه المراكز. نعم شكرا لك عادل ولضيفك الكريم، كنتما معنا على